شبكة المواصلات في لندن يستخدمها الملايين كل يوم، ولكن تكلفة استخدام وسائل المواصلات هذه عالية للغاية وتضع عبئا ثقيلا على كاهل الأسر البريطانية. مثلا تذكرة القطار في مترو الأنفاق تصل إلى 4.5 جنيهات تقريبا، أما تذكرة الحافلة فتصل تقريبا إلى 2 جنيه. تكلفة القطارات التي يستخدمها الكثيرون لأنهم يسكنون في أماكن بعيدة عن مقر عملهم فتتجاوز ذلك بكثير، هي عبء جديد يضاف على كاهل الأسر البريطانية. وفي يناير من كل عام تترقب هذه الأسر ارتفاعا جديدا في الأسعار يضع عبئا جديدا على كاهلها وعلى ما تنفقه في أمور أخرى. ولكن هذه المرة صادق خان عمدة لندن أصدر قرارا بتجميد الارتفاعات في الأسعار لمدة عام كامل حتى العام المقبل 2025، بالطبع هذه محاولة لتخفيف الأعباء على كاهل الأسر البريطانية ومساعدتها في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة. البعض يقول إن هذه محاولة انتخابية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح حزب العمال الذي ينتمي إليه صادق خان، بالطبع مع قرب الانتخابات التي قد تحدث خلال 6 أشهر أو أكثر قليلا. على كل حال هذا خبر مفرح للأسر البريطانية التي تتكبد الكثير في أسعار وسائل المواصلات بشكل عام. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.